والله العظيم توم جيري شلون يسحبه. اوكي مساكم الله بالخير ومساكم خطافية ومساكم خطافية. اليوم يتيكي مرة ثانية تشيس سريعة الجولة، ما صورتكم كل شيء لان بس شيء في اشياء خذيت وبطلع على طول، لان بعدها بروح مكان ثاني يبيع ورد اصطناعي، فاحتاج اشتري زر اصطناعي وليس ورد اصطناعي. بس انا شي عموما بروح اشوف يا جهينة. You have to bring it trolley بسرعة. تذكرون الجامة اللي قلت لكم ودي اخذها، او المراية اللي ودي اخذها الكبيرة، الحين رادة مرة ثانية اخذها لان جد خطيرة وعجيبة وانا ابيها ووايد احس ستايلي، فياي اخذها وبشوف عاد وين احطها لان عجبتني وما بخلي شيء بخاطري، فا I will take it of course. فناطرة خدامك تروح فيه بالترولي عشان نحطها فيها. اوكي جماعة الخير، بنركب اليوم الجامة اللي شريتها من ايكيا، ركبها فوق هني، فبناخذ القياسات، ارتفاع راح يكون قد هذا فراح نعلق عليه بعدين نحط المسامير. بلو 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 يا بلو، اشوفك يا بلو بلو. صباح الخير يا جماعة الخير، صباح الخير عليكم. حاليا طبعا واضح جدا ان خطافية رايحة الافنيو، اول شيء بروح اشتري شيء، بعدين بروح ايكيا. ادري ان لو اعجبتكم بايكيا بس ايت اوكي، يعني اي هاب راح يصير ان الحين رايحة بعد الشيء، بعد المحل اللي انا ابي رايحة ايكيا عشان اشتري منهم شيء واحد، وش بعدين راح اروح مكان اشتري منه الوال بيبر. فاي ام سو اكسايتد لان بسوي شيء اليوم خطير بغرفتي، فترقبوا الشيء اللذيذ العجيب الخطير القوي الجبار. اوكي خطافية ما تعرف تسولفين، اي والله ما اعرف، يلا وصلت. وصلت ايكيا مرة ثانية، اي مرة ثانية مرة المليون. المهم فياي عشان بس شيء واحد، انتم مستوعبين ياي عشان هالكرسي، هالكرسي العجيب والله العظيم. هتكون خطافية زين وين بتحطينه، هو في مسافة، انتم مالكم شغل، كل شيء راح تشوفونه وين؟ باليوتيوب، وبهذا الفيديو تحديدا راح احطه صوب، تعرفون دخلة الحمام والمكان هذا اللي قلت لكم شكله عبيط. الحين راح اشتري هذا الكرسي، صورته، راح اروح مكان اشتري فيه وال بيبر، ابغى تنجل بس هو خامه شي مخمل انا ما ادري شنو. المهم بروح اشتري وال بيبر عشان يكون ستايل شي بوهيميان ستايل واكشن ستايل وتقصدين هلاقة ستايل؟ لا والله مو هلاقة ستايل، بس انا احب الستايل قوي. وانا جي اتمشى ولا اشوف نفس الكرسي بالضبط اللي انا ابيه لكن على شكل طاوله. الكرسي اللي انا ابيه مكتوب عليه 45 دينار، الطاولة اللي تشبهها ونفس الكوليكشن حاطين سعرها 49. حسيت انه في واحد يشتغل، بس بقول لكم صراحة نصب. شنو ماكو فرق؟ يعني مو ماكو فرق، ايه هو ماكو فرق من السعر بس في فرق بالحجم، يعني المفروض اقسم بالله ان هذاك 19 دينار وهذا نقول 45 سعر هذاك، يعني هذه تشوفوا ايش طولها، هذاك اللي انا ابيه وقسم بالله هالقصر نص نص، انتم مستوعبين؟ نص الطاولة وبنفس الوقت نفس السعر تقريبا. فكان فكر اخذ الكبيرة بس بنفس الوقت ماكو مكان احطه، بس الصغير يكون اذرب من هذاك، عرفت شلون؟ احتاج بعد هذول ملوت ثلج. وشوفوا يا جماعة وانا باخذ هذول ولا اشوف هالرسمة، قسما بالله باخذها. الزولية اللي شريتها كان حجمها 200 و300، اوكي 200 ضرب 300. المهم للامانه هي ملاقيه مو لايقه مع ارضيتي، لازم اشتري واحده بيضة. هاي 200 و300، اوكي 200 ضرب 300، هذه 200 ضرب 250. جماعه هذه اصغر، هذه اصغر من هذه، شلون شي ما ادري، بس حلوة هذه، هذه اللي راح تلوق وياي راح تصير جبارة مع ستايل غرفتي. ما له داعي اقول كذا خطافية تموت على الزر، فياي اشتري شي زر اصطناعي، مع اني احب الطبيعي افضل على الصناعي، بس اوكي لان جد انسخت غرفتي كلها عبارة عن يعني زر صجي وشي. زين في وحدة لازقة واقفة بوحدي. وصلت حق المكان اللي يبيع ورق جدران، اقسم بالله ان الورق جدران الخطافية بخاطرها تشتري روعة، هو كلهم عجيبين كلهم عجيبين، بس الشيء اللي انا ابيه يعني مو يعذب اللي يقطع. شو
اي خطه في بعد زر، راح اقول لكم اي بعد زر وزر وزر. لا لا ليه ما خلاص يعني تزوقون تقولون خلاص خطافيه لو اتشبنا، هذا راح اقول لكم كيفي داري. المهم فالورقه تتراح حد روعه مع الكرسي وريتكم اياه. هم علي زر. اوكي اوكي خطافي قالت لو اتشبنا. لا ما علي نطرف. اوكي يا جماعه الخير، وصلت البيت بالسلامه بعد ما خلصت من الجامعه. فالوضعيه انا بوريكم شنو الاشياء اللي شريتها من ايكيا او نسميه ايكيا. اوكي انا بالنسبه لي اسميه ايكيا، ما احب اقول ايكيا. المهم خطافيه مو هذا موضوع حديثنا، راح اوريكم شنو الاشياء اللي شريتها من ايكيا. خلونا نبتدي بالكيس الاول. اكبر من وجهي سو في اشياء خطيره. اول شيء واهم شيء الا وهو الخشبه. إذا خطافي ايش تبين بالخشبة؟ أنا أقول لكم شغلة، راح أحط هني نفس وردة صغيرة، وردة مو زرعة، بيضة كذي أو يعني وردية كذي أو صفرة، صفرة نار. المهم وأحط شمعة وشموع صغيرة كذي عندي كور عرفتوا. المهم الحين يعني بوريكم يعني إحدى الطرق اللذيذة. أبجوا الخشبة نار كذي وأحط الشمعة والأشياء. زرعة من إيكيا، زرعة اصطناعية لأن خلاص قام يصير تو ماتش عندي زرع صجي، فقلت أنوع شوية. وبنفس الوقت شريت شيء حده قوي. هذا الشيء شريته هم من إيكيا، مثل اللوحة اللي أنا كنت معلقتها وفيها أشياء شيء راح أعلقها وراح أحط عليها الأشياء. هنشوف مثلا هالزرعة. أوه amazing I like it. شريت من هذا اثنينه، هذا الله يسلمكم شي صخر عشان يعني يزين الورد. اذا خطافية ليش ما تحتاجينه؟ لانه اوريدي انت اللي حطتهم كاسه سوداء او كاسه بنيه فما يبين. راح اوريكم الشيء راح اسويه بهذا الشيء العجيب. اوريدي انا حاطته من الحين بس خليني اوريكم يعني. وشريت قالب ثلج لان احتاج ثلج يكون كبير لو على ورد بعد كشخه. وشريت ليت لكن للامانه ما ادري اذا راح يتبطل وياي ولا لا. مو يتبطل اقصد هل راح يصير يعني يركب ولا ما راح يركب. نيجي حق الكيس الثاني. خلصنا من الكيس الاول، نشوف شنو الاشياء الموجوده بالكيس الثاني. اول شيء هذا الشيء حق الزرع الاصطناعيه، حطها شيء تاتا والله نار. لا مو الشيء الاخير، خليت ثلاث زرعات كل واحدة بروح لان منفصلة. خذيت هذه طبعا هي تكون سيدة بس انا عويتها من هناك فتصير شي طيو طيو. وخذيت وردة وخذيت هذه، هذه جبارة راح احطها شي. وي وي هذه رايقلة قاعد تدور. المهم لحظة لحظة خلوني اثبتها تحو شوية هذه ونحط الزرعة كده هو. اوه بس ودي اقص الزرعة من تحت. والله هذا اي مقص اللي بقصها. لحظة انا عندي مقص قوي بس ما حتى اتوقع المقص ما يقص. لحظة ليش اقصها واخربها وما ادري شنو؟ نعويها وي ما تنعوي بس بلا هذي. بيها تكون قصيرة مو طويلة وايد. الله حبيت حبيت يا جماعة. شوفوا يا جماعة الريح ما كملته لأنه مو عاجبني، بعد يبي له هم بطلين زيادة من الصخر عشان على الأقل على الأقل يوصل لهني. بس قام أفكر هل أحط صخر بعد أسود وأكمله لهني ولا أحط الله يسلمكم صخر أبيض راح يصير أكشن. ويا جماعة الخير اللي شاف البث المباشر يدري إن خطافية سوتها الدي أي واي. دي أي واي جدا سريع خفيف شي جميل عليكم. يا جماعة الخير حق الناس المشتاقين حق بلو ولكي، عطيتهم هذا ما قدرت قلت لازم اصور لكم اياه. لحظة شوفوا شوفوا شلون يطقون بعض والله. بلو ولكي ها ارجع 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 يلا هاكم. هو حق الاطفال يا جماعة يعني كبر لكي. اغسلي بلو بس شوف شوف شو يسوي الحين. ها لا يطلع لا تطلع صوت. ايه والله العظيم توم جيري شلون يسحبه ور يما. يا جماعة ترى هذا اشطن من هذا، صار شيطان. هذا شيطان، هذا ابو بلعه، هذا شيطان، هذا شيطان.